الدنيا عيد والفرح يزيد والسعادة تملى المكان، مع إنه العيد هذه السنة غير وأجواءه غير، لأننا ملزمين نتباعد بأجسادنا عن يلي منحبهم، لكن نقدر نضل قريبين منهم بقلوبنا وأصواتنا، ولسه قادرين ندخل الفرحة على قلوب غيرنا كمان، ونكون مصدر سعادة وبهجة لكل اللي حولنا، ونقدر نتواصل مع أحبابنا أكثر من كل سنة. وخلينا نتذكر العيد هذا طول العمر، وطول ما الخير موجود فينا نقدر نعيشه بكل الطرق، مهما كانت الأجواء اللي بتحبوها تقدر تعيشوها افتراضياً. صحيح كل شيء من حولنا شكله غير، ولكن خلونا نعيش الغير بتفاعل إيجابي. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير.